اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي بقى هنتكلم عن موضوع مختلف وهو تطبيق وكتاب عن وصفات للمكفوفين. حاجه مختلفه الحقيقه وحابين نفهم عنها اكتر. معانا الدكتوره ايمان الحسيني صاحبه تطبيق لتعليم مهارات الطبخ للمكفوفين. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي، منوراني. تسلمي لي، الاستوديو منور بوجودك. اهلا بيكي. عرفيني بقى الفكره دي مبدئيا جات لك ازاي؟ هي الفكرة جات لي من طريق أختي إسراء. إحنا كنا شغالين عاملين مدونة عادية جدا لوصفات الطبخ للمبصرين، وبعد 6 شهور من شغلنا قالت لي إسراء لا إحنا لازم نحول الطبخ بتاعنا لعمل يخدم المجتمع عشان يبقى فيه خدمة بنقدمها للمجتمع. قعدت أفكر وافتكرت رحلتي لما كنت في أسبانيا، تحديدا مدينة مدريد. كل ما أجي أعبر خط المشاة أول ما يدي ضوء أخضر يدي معاه صوت عصفورة بتزقزق. فلما سألت أهل مدريد قالوا لي إحنا عاملين العصفورة دي علشان المكفوفين يعبروا الطريق لوحدهم بدون مساعدة من حد وبأمان كامل. فاسترجعت الموقف ده وقلت طب وإيه المانع إن إحنا نقدم طاقتنا في الطبخ وفي التصوير للمكفوفين ونساعدهم على إن هم يقفوا في المطبخ لوحدهم ويعتمدوا على نفسهم اعتماد كامل. ومن هنا بدأت الفكرة الأول، وكان عبارة عن كتاب لوصفات الطبخ الطبع بطريقة برايل، وبعد كده اتطور لحد ما بقى التطبيق اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. طريقة الطباعة اللي هي بتبقى بيقدروا يقروها بالإيد، صح؟ عبارة عن حروف بارزة بتتقري بصوابع اليد. بعد كده قدرتي تعمليها كأبليكيشن. بالظبط، أطلقنا الأبليكيشن من فترة بسيطة ما تتعداش 3 أو 4 أسابيع، النموذج التجريبي الأولي بتاعه، والتطبيق متوفر دلوقتي على الهواتف الأندرويد لحد ما بنوضب النسخة بتاعته على الهواتف الاي او اس، تنزل قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ما نقدر نسمع كده، تسمعينا حتة من الابليكيشن؟ ممكن نسمع وصفة. ايه رأيك البطاطس بصينية فراخ بالبطاطس؟ يلا بينا. اهلا ومرحبا بكم، انا شيف اسماء نعينة في وصفة جديدة. نعينة النهاردة وصفة البطاطس بالفراخ. وصفتنا سريعة وجميلة ان شاء الله، يا رب تعجب. هعمل كالتالي: المكونات عندي بطاطس وفرخة، ومعانا طماطم، بصل، فلفل، طبعا التوابل بتاعتنا اللي هو ملح والفلفل الأسمر، ومعانا السمنة. وهنبدأ وصفتنا إن شاء الله. أول حاجة معانا فرخة، الفرخة دي بنقطعها حسب الرغبة، يعني أنا عن نفسي بقطعها على 4 وحسب كل واحد ورغبته. بعمل كالتالي: بجيب الكبة بتاعتي بحط فيها كده. واضح إن إيه الوصفة بتتشرح بالتفصيل إيه المكونات، وبنبتدي التطبيق الحقيقه بيتميز بان احنا بنستثني حاسه الابصار تماما من الوصف. ما بنقولش لاي حد بيعتمد على التطبيق بص او بصي، شوف او شوفي، لا، احنا بنبدل الحاسه بتاعه الابصار عند المكفوفين بالحواس الاربعه اللي هي اللمس والسمع والشم والتذوق. طيب على الابلكيشن ازاي المكفوف يقدر يختار الوصفه اللي هو عايزها؟ هو الاختيار سهل مع استخدام برنامج هم بيحملوه على الهواتف الذكية، سواء الاندرويد بيبقى توك باك او الاي او اس بيبقى فويس اوفر، بيحول لهم كل ما هو مرئي الى مسموع. بيدخل معايا على الابليكيشن بيبدأ يسمع برضو الخطوات، هتخش على القائمة الرئيسية او هتخش على قائمة الارشادات والعوامل السلامة والامان، ويبدأ يختار. بيعمل برضو زينا كده، بيدوس دوسة واحدة على الاختيار بتاعه أو الاختيار بتاعها، ويبدأ يخش على القائمة اللي فيها الوصفات اللي محتاج يعتمد عليها. طيب موضوع الطبخ للمكفوف ممكن يكون فيه خطورة عليه؟ أكيد. يعني مثلا يتعرض لنار، لحاجة سخنة، لحاجة، إزاي تقدري يعني تحميه من ان هم يتأذوا في المطبخ؟ احنا بنستهل التطبيق بان احنا بنحط في الاول عوامل وارشادات السلامه والامان، ودي بنحدد لهم فيها قائمه كبيره جدا من ارشادات السلامه والامان اللي يتبعوها، من ضمنها خصوصا للمبتدئين اللي بيدخلوا لاول مره انه يدخل لاول مره بالاستعانه بمرافق، انه يبدا الكفيف والكفيفه يرص ادواته في المطبخ طبقا للي هو الاماكن اللي هيحفظها ويفتكرها بالذاكره بتاعته. محدش يعدل وراه بعد ما يعمل عمليه الترتيب دي. بنقول لهم لما تستخدموا البوتاجاز في اوائل استخدامكم ليه اعتمدوا على العيون الخلفيه للبوتاجاز مش العيون الاماميه عشان نتجنب حدوث حوادث. بنقول لهم ما تلبسوش ملابس فضفاضه وانتوا داخلين المطبخ، ولا ذات اكمام واسعه لانها ممكن جدا لا قدر الله تشبط في النار وتبقى مشكله.
بنقول لهم ان انتوا تستخدموا مثلا في السكاكين سكاكين لا هي حاده جدا ولا هي تلمة، تكون وسط علشان نساعد في عمليه استخدام السكينه بشكل امن. بنقول لهم على وضع السكين اثناء التقطيع، انك بتخلي صوابعك بشكل عمودي 90 درجه، الصوابع اللي مش هتقطع بيها ما تفردش صوابعك على الحاجه، لان فرد الصوابع ممكن يعمل برضو اصابات. طيب انا فاهمه برضو ان انكم عاملين او انك عامله مطبخ مخصوص للمكفوفين. صحيح. ازاي بقى، اشرح لنا. احنا وضبنا مطبخ في مكان يعني لينا علشان نعلم المكفوفين في الطبخ، بس الحقيقه دخلت علينا كورونا. فلما دخلت علينا كورونا توقفت الامور تماما. فلما توقفت الامور قلنا لا احنا ما نوقفش، ومن هنا جت فكره التطبيق. قلنا لا احنا ممكن نعلمهم من خلال تطبيق على الهواتف الذكيه، وده يساعدهم على ان هم يتواصلوا معانا ونفضل على تواصل بعيدا عن ازمه كورونا اللي كانت شديده قوي قوي السنه اللي فاتت.